واكدت عائله المرحوم خليفه بن احمد العيد ولاءها التام وتاييدها الكامل لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى وجددت وقوفها صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه العبث بامن واستقرار الوطن كما استنكرت العائله بشده ما تقوم به قناه الجزيره القطريه من مؤامرات ضد امن واستقرار مملكه البحرين